اما عن السكند ريب فتبتدي تختلف في الشكل عن الفيرست ريب، لان الشافت بتاعتها هيحصل فيها سلايت تويست، تويست قليل هيؤدي الى مظاهر تشريحيه هنحكي عليها حالا. طيب بالنسبه للبوستيريور اند، البوستيريور اند احنا نسينا نقول ان البوستيريور اند اوف ذا فيرست ريب الهيد بتاعتها كانت شايله وان كومبليت سيركولار فاسيت، اما في السكند ريب وبقيه الريبس باستثناء الاتيبيكال اللي تحت الهيد كانت كارز تو ديمي فاسيتس فور ارتكوليشن مع السكند ثوراسيك فيرتبرا والفيرست ثوراسيك فيرتبرا ثم نيك ثم تيوبركل. نيجي للشافت. الشافت احنا قلنا يحصل فيها سلايد تويست، تويست قليل، تويست بسيط، هتتلوي التواء بسيطه نتيجه هذا الالتواء. الابر سيرفس اللي كان في الفيرست ريب مش هيصبح ابر، هيصبح ابر لاترال، واللور سيرفس اللي كان في الفيرست ريب مش هيبقى لور، هيبقى لور ميديال لان الريب بدات تنفتل لبره. طيب الميديال بوردر، الميديال بوردر او ذا فيرست ريب في السكند ريب هيبقى ابر ميديال، اما اللاترال بوردر او ذا فيرست ريب هيبقى لور لاترال. طب نتيجه كده ان الكوستال جروف، الكوستال جروف هيبقى فيري شورت. واخيرا الانتيريور اند اللي كانت كوب شيب وتحمل الكوستال كارتليج. الا ان نحب نقول ان مميزات السكند ريب انك لو حطيتها على ترابيزه التو انز يلمسوا الترابيزه الهوريزونتال بلين ات ذا سيم تايم. دي كانت الفيتشرز اوف ذا سكند ريب اللي هي تاني اتيبيكال يعني نون تيبيكال. طب تعالوا نشوف الريب رقم 11. الريب رقم 11 من مواصفاتها كالاتي: لها بوستيريور اند، البوستيريور اند عليها كومبليت سيركولار فاسيت، اذا هتعمل ارتكوليشن مع فيرتبرا واحده بس هي الفيرتبرا رقم 11. اما البوستيريور اند ما فيش فيها لا نيك ولا فيها تيوبركل. الكوستال جروف ادي البوستيريور اند اهيت، وادي الكوستال فاسيت اللي على الهيد، كوستال فاسيت واحد بس. بعد ذلك الشفت هنجد فيها الكوستال جروف اللي قاعده على الميديال سيرفيس كلوز تو ذا لوور بوردر بيبقى فيري شالو، والانتيريور اند بتبقى بوينتد وتحمل فيري سمول كارتليج مش عامل ارتكوليشن مع حاجه، ده فريلي لايس فريلي ان ذا ابدومينال وول. ادي الانتيريور اند. طب الرب رقم 12 تشبه الى حد كبير الرب رقم 11. ادي الهيد، والهيد اللي هي جزء من البوستيريور اند وشايله وان كومبليت سيركولار فاسيت فور ذا ارتكوليشن مع البودي اوف ذا 12 ثوراسيك فيرتبرا، بس ملهاش لا نيك ولا لها تيوبركل ولا لها كوستال جروف خالص، مفيش كوستال جروف، والانتيور اند بتاعتها بوينتد وشايله كوستال كارتليج. ادي الشافت مفيش حاجه، الانتيور اند مفيش حاجه اضافيه. اذا الفرق بين 11 و 12 مفيش كوستال جروف بالنسبه لرقم 12، وتبدو العظمه انها مور ستريت. بعد كده الجزء الثالث من تكوين الثوراسيك كيج اسمه الاسترنم. استرنم كلمة جاية من رومان سورد، مصطلح لاتيني قديم وتعني الخنجر الروماني. الخنجر الروماني كان خنجر قصير له هند، ادي الهند، وله جسم، ادي جسم الخنجر، وله النصل بتاعه اللي بيقتل بيه. فتشبه هذه العظمة الرومان سورد الخنجر الروماني مكونة من ثلاث اجزاء العظمة ديت. ابر بارت اسمه مانوبريا مسترناي، هندل، ايد الاسترنم، ايد الخنجر،
ولها ميدل بارت هو جسم العظمه البودي اوف ذا ستيرنم، ولها انتيريور بوينتد اند بيسموه زيفويد بروسس. زيفويد بكرر مش اكسفويد، زيفويد. ده المانوبريا مستر ناي اللي هو الابر بارت اوف ذا بودي، كان بيتصل بالبودي مكان الاتصال اسمه مانوبرو استرنال جانكشن، له اسم اخر اسمه انجل اوف لويس، وله اسم ثالث اسمه استرنال انجل. ده مكان اتصال المانوبريا مستر ناي بالبودي اوف ذا ستيرنم. اما البودي اوف ذا ستيرنم فكانت بتتصل بالجزء الثالث من الاسترنم، مكان الاتصال ده بيسموه زيفي استرنال جانكشن. ناخدهم واحده واحده. المانوبريا مستر ناي، العظمه دي زي ما احنا شايفين عظمه تقريبا مربعه، لها انتيرور سيرفيس اللي قدامي ده وبوستيرور سيرفيس اللي ورا منه، ولها ابر بوردر اهو ولها لور بوردر، ولها تو لاترال بوردرز. الابر بوردر زي ما احنا شايفين منتوش مقطوع، في ناتش في نوتش. النوتش ده ريليتد لفين مهم قوي في النك اسمه جاجولار فين، هنحكي عليه بعد شويه في النك، فبيسموا النوتش ده جاجولار نوتش. الابر بوردر اوف ذا مانوبرا مستر ناي بيحمل نظر تو نوتشز، كل نوتش بتنتشه العظمه المقابله وتعمل مع ارتكوليشن، فكانت الكلافيكل عامله ارتكوليشن مع هذا الجزء اللي يقع لاترال للجاجولار نوتش. الجاجولار نوتش موجود في الميدل لاين، يقع لاترال اللي هو على الناحيتين اتنين كلافيكولار نوتش فور ذا ارتكوليشن ويز ذا كلافيكل في سترنو كلافيكولار جوينت. اللاترال بوردر، اللاترال بوردر بتنتشو الفيرست ريب وتعمل معها ارتكوليشن بجوينت اسمها استرنو كوستال جوينت. طيب اللور بوردر هو الاسترنال انجل، عند الاسترنال انجل كان يوجد هناك نوتش، نوتش نصه يقع في المانوبرا مستر ناي والنص التاني بيقع عند البودي اوف ذا استرنم. هذا النوتش كان للارتكوليشن مع السكند ريب، في نوتش تالت للسيرد ريب على البودي، نوتش رابع على البودي، نوتش خامس على البودي، نوتش سادس على البودي. اما النوتش السابع فيقع عند اتصال البودي بالزيفويد بروسس، وده كان مكان اتصال السيفنس كوستال كارتليج بالاسترنم. اذن الاسترنم اللاترال مارجن بتاعه ماسك فيه سبع ريبس هما ترو ريبس. البودي الانتيريور سيرفيس بتاعه له انتيريور سيرفيس، وله من ورا بوستيريور سيرفيس، ولها تو لاترال مارجنز، المارجنز اوف سترنم اللي عليها النوتشز المقابله للكورسبوندينج ريبس. الاسترنال انجل ازاي نحدد موقعها؟ اول بوني برومننس يقابل لي بعد ما احط صبعي في الجاجلر نوتش، والجاجلر نوتش هو فتحه او ديبريسد اريا على الابر بوردر اوف ذا مانوبريم استرناي، نحسه الونج ذا ميدل لاين اوف ذا نيك. اول بوني برومننس يقابلني هو الاسترنال انجل، الاسترنال انجل ديت نحس فيها كبوني برومننس بيكون عندها السكند ريب، ودي بتفيدني في تحديد او الكاونتنج اوف ريبس، وبتفيدني ايضا في الميديكال اكزامينيشن. ده دياجرام بس هاند ميد، مصنوع معمول بايدي انا، يمثل الدياجرام اللي فات للشكل الطبيعي. ادي عندي استرنال انجل، ادي كانت الاجزاء الثلاثه لعظمه الاسترنم، ادي الاسترنال انجل الانجل اوف لويس اللي هي المانوبر استرنال جانكشن، ودي الزيفويد او الزيفي استرنال جانكشن، الجاجولار نوتش، ثم ده الكلافيكولار نوتش على الناحيتين، ثم دي النوتشز للسبعه ريبس اللي عامله ارتكوليشن مع الاسترنم اللي كان اسمها الترو ريبس. هنا اللاترال مارجن اوف ذا استرنم اللي بنشوف بيه، لا ادي اللاترال مارجن اوف ذا استرنم علشان في الاسترنم طبيعيه بنشوف فيها ده سايد فيو، نشوف فيها مكان الارتكوليشن مع الكورسبوندينج ايه؟ مع الكورسبوندينج ريبس. ادي المانوبرا مستر ناي، وده البودي اوف ذا ستيرنم، وده الزيفويد بروسيس، ودي النوتشز اللي عامله بيها الريبس ارتكوليشن مع الاسترنم، ودي الاسترنال انجل، وهذا هو الزيفي استرنال جانكشن، وادي هي النوتشز اللي حكينا عليها من شويه 5 6 7. بالشكل ده كان الشكل العام لعظمه الاسترنم من السايد فيو
اتضح لان الانتيريور سيرفيس للاسترنم كان كونفكس انتيريورلي والبوستيريور سيرفيس في سلايت بوستيريور كونكافيتي. طيب لو جينا نشوف الثوراسيك كيج ده بيتحرك ازاي بالاكشن اوف ذا انتركوستال ماسلز، الثوراسيك كيج بيتحرك حركه ينتفخ بيها يتسع ليمتلئ. هذه الحركه هي يعني الميكانيكيه بتاعتها تعمل على الانكريز اوف ذا 3 دايامترز، الفيرتيكال دايامتر والترانسفيرس دايامتر والانتروبوستيريور دايامتر. الحركات اللي بيعملها الثوراسيك كيج اثناء الريسبيريشن تعمل على زياده هذه الدايامترز في هذه الاتجاهات المختلفه علشان تزود الفيتال كاباسيتي وتزود الاير انتري اللي داخل وطالع من الثوراسيك كيج. الحركه دي بتتم على ثلاث محاور. المحور الاول اللي هو الانترو بوستيريور، فالحركه اللي فيها هنا هو الانترو بوستيريور او فالحركه دي بيسموها بومب هاندل، والمحور الثاني اسمه ترانسفيرس، شوف الجوانب بيسموها بوكت هاندل، والحركه الثالثه زي حركه البستل، بيستل بتاعه المحركات السيارات بيسموها بيستون شوت موفمنت. ادي هي نركز مع بعض كده، ادي حركه ينتفخ بها يتسع بها الثوراسيك كيج على ثلاث محاور من اجل زياده الديامتر ودخول الاير.